إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل مع حضراتكم بإذن الله تبارك وتعالى ما بدأناه من شرحنا للأحاديث التي أوردها الإمام النووي رحمه الله في كتابه المعروف بالأربعين النووية. وقد انتهينا في اللقاء الماضي عند الحديث الثالث بعد العشرين، وهو حديث مشهور رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. وقد توقفنا عند هذه الكلمة من الحديث في اللقاء الماضي، ونواصل بإذن الله تبارك وتعالى كلامنا على هذا الحديث المبارك من قوله صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. أما عن قوله والصلاة نور، قال أهل العلم: إما أنها مقدرة على حذف المضاف والتقدير والصلاة ذات نور، والصلاة ذات نور، فهي مقدرة على حذف المضاف. وفريق قال: بل نور هنا من اسم الفاعل أي منورة، والصلاة منورة أين العبد. وعن عمر رضي الله وإياك أن الصلاة نور للعبد في جميع أحواله، أن الصلاة نور للعبد في جميع أحواله، فهي في الدنيا نور له بكفه عن الشهوات ومنعه منها. إذ الله قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وإن كنا قد مررنا بهذه الآية فلا بد أن نذكر بمعناها لأننا نسأل فيه كثيرا. ما معنى قول الله تعالى ولذكر الله أكبر؟ ما معنى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر؟ أذكر لك المعنى الذي عليه الجمهور مباشرة من غير الخوض في أقوال كثيرة. إن الصلاة تعود على العبد بأمرين: الأول أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، الثاني أنها تجعله ذاكرا لله. الصلاة تفيد العبد أو تعود على العبد بأمرين: تنهاه عن الفحشاء والمنكر وتجعله لله ذاكر، فأي الأمرين أكبر من أخيه؟ أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر أم أنها تجعله في الصلاة يذكر الله؟ الآية قالت ولذكر الله أكبر، فكون أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر هذه فائدة، وكون أنها تجعله يذكر الله هذه فائدة، أي الفائدتين أعظم؟ قال ولذكر الله أكبر. واضح معنى ولذكر الله أكبر؟ لأن كثير من الناس يستشكل عليها ما معنى ولذكر الله، فيظن أن ذكر الله أكبر من الصلاة. والأصل أن الصلاة شرعت لإقامة ذكره، والأصل أن الصلاة شرعت لإقامة ذكره،
فمعنى ولذكر الله أكبر ليس أكبر من أصل الصلاة، وإنما أكبر من نهيها عن الفحشاء والمنكر، وإنما أكبر من نهيها عن الفحشاء والمنكر. فإن الصلاة للعبد نور، نعم، تنهاه عن الفحشاء والمنكر، نعم، وهي له هداية وله أنس وله راحة بال تنعكس على وجهه كلما اقترب من ربه تبارك الله وتعالى وصلى وسلم. هذه الراحة وهذا الأنس وهذه الطمأنينة تنعكس على وجهه، وهذا قد يكون ملموسا أو محسوسا في دنيا الناس. فإنك إذا أتيت إلى رجل ما كان يصلي ثم هو انتظم على الصلاة فترة، لو أنك أخذت له صورة قبل أن يصلي وصورة بعد مثلا سنة من صلاته، سترى فارق بين الوجهين مع أنه نفس الشخص. فهذا قد يكون مشاهدا أو محسوسا، وقد تجده أكثر في الصور التي تنتشر بين أيدينا على موقع التواصل، مثلا لرجل لم يكن مسلما ثم أسلم والتزم وبدأ يصلي. انظر إلى الفارق في الوجه بين الصورتين قبل الإسلام وبعد الإسلام، سترى فارق واضح في وجهه ينعكس على وجهه. فهي للعبد نور، نعم، فإن هذه الطمأنينة وهذا الانشراح الذي يحدث في الصدر، هذه الطمأنينة وهذا الانشراح الذي يحدث في الصدر لما تخالط بشاشة الإيمان قلبه، لما تخالط بشاشة الإيمان قلبه، حينئذ ترى هذا منعكس على وجهه، منعكس على وجهه. فالصلاة راحة وسكينة وطمأنينة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. أما رواية حبب إلي من دنياكم فلست فيضعنها، انتبه، رواية حبب إلي من دنياكم ثلاث هي ضعيف، وإنما الصحيح فيها والعلم عند الله: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. لماذا ضعفت رواية ثلاث؟ لأن أصل الصلاة ليس أمرا من أمور الدنيا، وإنما هي متعلقة بالآخرة. فلو قلت حبب إلي من دنياكم ثلاث، عد بقى: الطيب والنساء والصلاة. طب هي الصلاة من دنياكم؟ كلمة الصلاة من قبل الآخرة، فلا تدخل معهم في عدد فيقال ثلاث، إنما حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. فهي راحة طمأنينة سكينة ينعكس على الوجه. ثم إنه إذا دخل إلى القبر، إذا دخل إلى القبر فإن هذا النور يكون له في قبره بالصلاة. وكان أبو ذر رضي الله عنه كما ورد عنه في الأثر يقول: صلوا ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبر، صلوا ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبر، أي لأجل ظلمة القبر. وقال شريك بن عبد الله: من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار، من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار. هذا في أمر الدنيا وهذا في القبر، إذا صليت ينعكس لك النور، نعم. ثم إن هذا النور يتبعه على الصراط، إذا سلب الله أنوار المنافقين وقال المؤمنون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما صح عنه: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وقد روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء، إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء. ومعنى غرا، الغرة هو الغرة هي بياض في جبين الفرس،
بياض في جبين الفرس، والتخجيل بياض في قوادم الفرس. فكأنما لما قال غرا أي جبينهم ترى على جبيني نورا وبياضا، ومعنى محجلين ترى على أيديهم وعلى أرجلهم نورا وبياضا كقوائم الفرس التي عليها لون البياض. وهذا من آثار الوضوء. ثم قال: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وهذا يدل على أنها نور للعبد في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة. نعم، لأنها تجعل عنده سكينة وطمأنينة، وتمنع عنه المعاصي والكبر والعلو. ففي الصلاة تواضع، لأنه يضع أعلى ما فيه وهو الجبين في موضع الأقدام، تواضعا وذلا لله رب العالمين. ولعل سائل يسأل: إني أصلي الصلاة ولا أجد هذه الراحة ولا أجد هذا النور. نقول إن كلام النبي ليس فيه عندنا شك، وإن كنت لا تجد فإن الخلل عندك في الصلاة. إن كلام النبي عندنا ليس في موضع شك، وإنما الخلل قد يكون عندك في الصلاة. فإن كلام النبي عندنا لا يجرب ولا يختبر، ومن قبل كلام ربنا تبارك وتعالى لا يجرب ولا يختبر، إلا على يقين أنه صدق وعلى يقين أنه حق. فإذا لم ترى أنت هذا النور، ولم ترى أنت هذا الضياء، ولم تستشعر أنت هذه الراحة في الصلاة، فإن العيب في صلاتك، فإنك تؤديها حركات من غير حضور قلب ولا حضور ذهن ولا تمعن في قراءة ولا بتمعن في ذكر. ومن الناس من يدخل في الصلاة إلى أن يخرج لا يدري ماذا صلى ولا كم صلى ولا يعد ما الذي قرأ، ولو سئل بعد الصلاة أي سورة قرأت قد لا يذكر. خلا، ثم إنه يبحث عن النور وعن الضياء وعن الراحة. نقول لك: استشعر الصلاة أولا، استشعر الصلاة أولا. قال صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور، والصلاة نور. ثم قال: والصدقة برهان. الصدقة ما ينفقه العبد من ماله واجبا كان أو تطوعا. الصدقة ما ينفقه العبد من ماله واجبا كان أو تطوعا. والبرهان، أصل كلمة برهان هو الشعاع الذي يلي وجه الشمس في لغة العرب. ما برهان؟ ما كلمة البرهان؟ الشعاع الذي يلي وجه الشمس، يعني الشعاع الذي يخرج من الشمس تراه خارج من الشمس مباشرة، هذا اسمه برهان، هذا اسمه برهان. فيقال للأمر الجلي وللدليل الواضح الظاهر أنه برهان، تشبيها بشعاع الشمس الظاهر. واضح؟ فيقال للدليل الواضح والشيء الظاهر يقال أنه برهان، يشبيها له بشعاع الشمس الظاهر أمام الناس. إذا فالبرهان لغة شعاع الشمس، أو الشعاع الذي يلي وجه الشمس. البرهان اصطلاحا الدليل الظاهر والمرشد، الدليل الظاهر والمرشد. والصدقة برهان، قلنا معنى كلمة برهان لغة واصطلاح. فما معنى الجملة أو معنى المركب في الجملة؟ والصدقة برهان، يعني الصدقة دليل واضح ساطع على ماذا؟ دليل على ماذا؟ على إيمان صاحبها. الصدقة دليل واضح على إيمان صاحبها. كيف هذا؟ أنه ينفق مما يحب، أنه ينفق مما يحب، والمال محبوب لدى الجميع، بل وينثر على نفسه كما كان يفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر الله عنهم في سورة الإنسان: ويطعمون الطعام على حبه، على حب الطعام، على طاجة أن الكلام يطعمون الطعام على حب الطعام،
وأنهم في حاجة إليه، ولكنهم يطعموه المسكين واليتيم والأسير، إنما نطعمكم لوجه الله. إذا فهم يؤمنون بالله رب العالمين ويعملون العمل ابتغاء وجهه. فلما تصدقوا كان هذا دليل على إيمانهم بربهم، لما تصدقوا كان هذا دليل على إيمانهم بالبعث والحساب، وأن الله سيعوضهم عن الصدقة خير. لما تصدقوا كان هذا دليل على إيمانهم بوعد الله لهم أنه يضاعف أجر هذه الصدقة. فكون أنه ينفق مما يحب، لماذا؟ ما الذي يحمله على أن يعطي ماله لغيره؟ ما الذي يحمله على أن يعطي ماله لغيره؟ أنه يبتغي به الأجر عند الله. إذن فهو يؤمن بالحساب ويؤمن بوعد الله له، فلما آمن أنفق. هذا يدل على حسن إيمانه، هذا يدل على حسن إيمانه. لذلك قال والصدقة برهان على إيمان صاحبه، على عكس المنافق لما لم يكمل عنده الإيمان، بل المنافق عقدي لم يدخل الإيمان قلبه أصلا، فإنه لا ينفق ولا يعطي، كما قال الله ومنهم من عبد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به لعدم وجود الإيمان، ولو كانوا يؤمنون إيمانا صادقا لأنفقوا. بخلوا به وتولوا وهم معرضون، بل وأخذوا يقولون للمؤمنين لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. ثم جاء الأمر في آخر السورة، في سورة المنافقين، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. لماذا خص الأمر بالنفقة؟ لماذا لم يقل صلوا قبل أن يأتي أحدكم الموت؟ إنما جاء في سورة المنافقين الأمر بالإنفاق على الضد من قول المنافقين لا تنفق. إنما ختم السورة بقول وأنفقوا مما رزقناكم، لأن هذا على الضد من أمر المنافقين لهم، أي المؤمنين، لا تنفقوا على من عند رسول الله. فلذلك جاء الأمر في آخر السورة وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. هكذا، فالمنافق لا يحب أن ينفق، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاته إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون، وإنما فعلوا ذلك حتى لا ينفضح أمرهم بين المؤمنين فينفقوا على مضض، وإنما الأصل أنهم يبخلون ويظنون بما أتاهم الله من فضله، بما أتاهم الله من فضله. المؤمن صادق الإيمان فإنه ينفق لعلمه أن الله يعوضه، وأن الله يمن عليه في يوم القيامة، كما قال الله وأفرضوا الله فرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، فأولئك هم المضعفون. يضاعف لهم أو تضاعف لهم هذه الصدقة يوم القيامة، نعم، فهم على ثقة في وحد الله، حسب إيمانهم فأنفقوا، فكانت النفقة وكانت الصدقة دليل وبرهان على حسن إيمانهم، على حسن إيمانهم. والصلاة نور، والصدقة برهان. ثم قال والصبر ضياء، والصبر ضياء. الصبر لغة الحبس، الصبر لغة الحبس، ولذلك سمي رمضان شهر الصبر. لماذا يسمى شهر الصبر؟ لأنه حبس النفس عن الطعام والشراب والجماع. طيب، الصبر اصطلاحا حبس الجوارح والقلب واللسان عما يغضب الله، الصبر اصطلاحا حبس الجوارح والقلب واللسان عما يغضب الله تبارك وتعالى،
واعلم صاحبان الله واياك ان الصبر ثلاثه اقسام كما ذكرناه مرارا، صبر على طاعه الله، وصبر عن معصيه الله، وصبر على اقدار الله. صبر على طاعه الله، وصبر عن معصيه الله، وصبر على اقدار الله. وعلى حسب الحال يكون مقام الصبر اعلى. فلو قلت لك ايهما اعلى، الصبر على المعصيه ولا الصبر على الطاعه ولا الصبر على المعصيه، ايهما اعلى؟ اقول لك الراجح والعلم عند الله على حسب حال الصابر، على حسب حال الصابر. فلو ان رجل يجد مشقه في الوضوء والصلاه في الفجر مثلا في الليل، عنده مرض او غير ذلك، لا يستطيع ان يقوم الا بالكاد وبالتعب، ولو وضع ماء على جلده فانه يتعبه. حينئذ لو صبر على الطاعه اعلى من الصبر على المعصيه، لان الصبر على الطاعه يوجعه. لو ان رجلا في مكان مليء بالفتن ويمسك نفسه عن المعصيه، في هذه الحاله صبره عن المعصيه اولى او اعلى اجرا من صبره على الطاعه، وهكذا بحسب مقتضى المكان والزمان والحاله التي عليها الصابر يكون الاعلى، سواء الصبر على الطاعه او الصبر عن المعصيه. النوع الثالث الصبر على اقدار الله، وقد تكلمنا في هذا مرارا وتكرارا ولكني اجمل الكلام فيه. النوع الثالث وهو الصبر على اقدار الله، الصبر على اقدار الله. فان الناس في الصبر على اقدار الله منازل، فمنهم صابر، ومنهم شاكر او راض، ومنهم قانط. هذا القانط لا نال خير الدنيا ولا خير الاخره، لما اصابه البلاء ما نال الخير في الدنيا، ولما لم يصبر وقنط ما نال اجر الاخره. فعبد الله على حرف، فلما اصابته فتنه انقلب على وجهه، فلا صبر فاخذ الاجر ولا دفعت عنه الفتنه، خسر الدنيا والآخرة. ذلك هو الخسران المبين. فينبغي على العبد أنه كلما أصابه شيء في الدنيا أن يصبر، لأنه إن كان في الدنيا وجد، إن كان هو يرى في الدنيا المشقة، فإن العوض عن هذه المشقة في الآخرة. فلما قنط وجد المشقة في الدنيا ولم يأخذ الأجر في الآخرة، فكان أمره فرطا، فكان أمره فرطا. الصابر ثم أعلى منه الراضي والشاكر، الذي يرضى بما آتاه الله. هذه منزلة قال عني مندوب إليه. الصبر واجب والرضا مندوب. الصبر واجب مأمور به في القرآن أن تصبر، والرضا الدرجة الأعلى مندوب إليها، أنها درجة أعلى من الصبر. ما الفرق؟ أن الصابر يستشعر المرارة والألم ويأخذ الأسباب لدفع ما نزل به، أما الراضي لا تكون عنده نفس المرارة ونفس الألم، بل إنه يتوكل على الله ويترك الأمر لله من غير استشعار ألم ولا سؤال الناس ولا أخذ الأسباب ولا دفع ولا كذا، فإنه راض بما آتاه الله، وإن هذا إليه محبب، وهذه منزلة عليا لا يصل إليها جل الناس، لا يصل إليها جل الناس. ولكن الصبر له أجر عظيم، الصبر لو توقفنا عند درجة الصبر أجر عظيم، إنما يوفى الصابرون أجره بغير حساب، والله ذكر أنه يحب الصابرين سبحانه وتعالى. ثم إنك إذا تمعنت في لفظ الحديث تجد بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم الذي عبر عن الصلاة بالنور وعبر عن الصبر بالضياء، عبر عن الصلاة بالنور وعبر عن الصبر بالضياء. الوهلة الأولى تظن أن كلا الأمرين واحد، إلا أن هناك فارق بين المخطين، فإن الضياء يجمع بين الإشراق والإحراق، أما النور فهو إشراق فقط، النور إشراق فقط، الضياء إشراق وإحراق.
قال الله هو الذي جعل الشمس ضياء، إشراق وإحراق، إشراق في حرارة، إشراق في حرارة، النار ضياء، مثله كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نور، لأنه إشراق فقط، ليست فيه الحرارة الموجودة في الشمس. فعبر النبي عن الصلاة بالنور لأنها راحة وطمأنينة وسكينة، ليس فيها ألم. وعبر عن الصبر بالضياء لأن فيه إشراق نور مصحوب بحرارة، وهو الألم الذي يستشعره الصابر، وهو الألم الذي يستشعره الصابر. فجمع الصبر بين الإشراق والإحراق. أما الصلاة فإنها إشراق فقط، ليست فيها مرارة، فشبه هذه المرارة بالحرارة التي في الضياء، فقال والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء، فاشتركت الصلاة مع الصبر في الإشراق، وزاد عليها الصبر بالإحراق أو بالحرارة للمرارة التي تكون في الصبر على البلاء، التي تكون في الصبر على البلاء. ولذلك ذلك تجد أن الله سمى التوراة ضياء، وسمى القرآن نور في القرآن. قال الله ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وضياء وذكر للمتقين. لماذا وصف التوراة بالضياء؟ لأن التوراة أحكامها ثقيلة، وشريعة اليهود كانت شريعة ثقيلة، فكان الذين يؤدون ما فيها يؤدونه مع صبر ومرار، لأن شريعتهم ثقيلة. القرآن جاء ليسر عليهم كثيرا من شريعته. قال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم أسرهم، الأسر العهد الثقيل، الأسر العهد الثقيل. قال ويضع عنهم أسرهم والأغلال التي كانت عليهم، والأغلال التي كانت عليهم. هذا الأسر وهذا الأغلال في شريعة التوراة عبر عنه القرآن بالضياء، بأن التوراة ضياء. قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم أسرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور، ولم يقل الضياء، واتبعوا النور الذي أنزل معه، فكأنما هو نور وهداية للحائرين من غير ثقل في الشريعة، من غير إصر ولا أغلال في الشريعة، فسمى القرآن نور. وفي قوله تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، التفسير على وجهين، أن كلا الوصفين للكتاب نور وكتاب مبين، أي أن الكتاب هو النور، كما قال تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، الكتاب هو القرآن، كذلك نور وكتاب مبين. الفريق الثاني قال إن النور هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يهدي إلى صراط مستقيم، ودقق هذا الكلام خط، لأنه يهدي إلى صراط مستقيم. قد جاءكم من الله نور هو النبي، لأنه يهدي إلى صراط مستقيم وكتاب مبين، واضح بين الثلاث. لماذا أؤكد لك على أنه سمى النبي نور؟ لأنه يهدي إلى الصراط المستقيم، حتى لا تنسى خلف من يقول إن النبي خلق من نور، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، النبي ما خلق من النور،
وإنما خلق كما يخلق البشر. قال الله قل إنما أنا بشر مثلكم، بشر مثلكم. الفارق أنه يوحى إليه صلى الله عليه وسلم، وجاءت هذه المكانة بنزول وحي الله عليه صلى الله عليه وسلم. أما أنه خلق من نور، هذا كلام ضلال، وهذا ليس بصحيح، إنما هو من لحم ودم كالبشر صلى الله عليه وسلم. واضح الفرق بين الصلاة نور والصبر ضياء؟ واضح؟ في إشكال؟ طيب، فإذا نظرت إلى تعبيرات النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وهنا الألفاظ التي اختارها ترى أنها كلها تعبر عن الظهور والوضوح والنور والضياء. ترى أنها كلها تعبر عن الظهور والوضوح والنور والضياء. الصلاة نور، الصدقة برهان. قلت لك ما معنى البرهان لغة؟ شعاع الذي يلي وجه الشمس، شعاع صافع واضح. الصبر ضياء، الصبر ضياء. تلك هي الشريعة التي أرسل الله بها رسولا صلى الله عليه وسلم، إنما هي ظاهرة واضحة جلية، نور للعبد في الدنيا ونور للعبد في الآخرة. فإذا سلكت في صدور العبد، في صدور العباد شرحتها، فإذا سلكت في صدور العباد ودخلت شرحتها، كما قال الله: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يشرح صدره للإسلام. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور، فطبق. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. هكذا، تلك هي الشريعة التي أرسل الله بها نبيا. وإذا دخل هذا النور وهذا الوضوح وهذا الضياء إذا سلك في صدر العبد من فك منه، إذا استشعره العبد ما تخلى عنه وما تركه وإنما تمسك به. وهذا ما حمل أبو سفيان على أن يقول ما قال لهرقل لما سأله هرقل: أيرتد أحد منهم سقطة لدينه؟ يعني يتكلم عن أصحاب النبي، أيرتد أحد منهم سقطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ في حتى يخش الدين مع هذا النبي ويرجع يخرج من الدين. قال أبو سفيان: لا. قال هرقل: وسألتك أيرتد أحد منهم سقطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. فإذا سلكت في صدر العبد شرحته وتمسك بها ومن فك عنها حتى يلقى ربه تبارك الله وتعالى، فإن الإسلام جلي واضح نور يشرح الصدور. نعم، على عكس أهل الملل الأخرى تضيق صدورهم وتضيق بهم أحوالهم، ليس كحال المسلمين أبدا. المسلم في طمأنينة وفي سكينة. يا أخي، أنت لو تخيلت نفسك من غير دين أو من غير إسلام، لو عرض عليك مال الدنيا بالكامل، انتبه لهذا الكلام، لو عرض عليك، لو عرضت عليك مليارات مقابل أن تترك الإسلام وأن تنصرم منه، فأنا أقول لك: أي عيش يطيب لك من غير ذكره؟ أي عيش يطيب لك من غير الأنس بالله ومن غير نحن نسير في هذه الحياة الدنيا أصلا بما أوحاه الله لرسوله، بما أوحاه الله لرسوله بهذا الدين، بهذا الإسلام، فأنت من غيره لا شيء. ولو انفك عنا لحظة لحظة لا نشعر في هذه الدنيا بأي حياة، بل هو الموت بعينه، بل هو الموت بعينه. اسأل غير المسلمين عن حالتهم النفسية والصراعات النفسية، ومنهم مليونيرات
وإنما هو يعيش برغم هذه المادة التي معه، يعيش كآبة ويتعالج نفسيا ويطوف على أطباء العلاج النفسي. حتى من ينتسب إلى الإسلام ولكنه غير متمسك بالإسلام يعرف البطاقة المسلم، اسأل عنه كيف هو حاله، قد تنظر إليهم أحيانا يا أبت تريد ترى مثل ما هم فيه. أقول لك هم معذبون نفسيا، قد لا تكون معك المادة ولكن الله أعطاك لسانا ذاكرا، قد لا تكون معك المادة ولكن الله أعطاك درسك الذي أنت فيه الآن، تجد في درس مثل هذا نعمة، نعمة والله أن ترى من يذكرك بالله، نعمة نعمة. أناس يعيشون في الحياة الدنيا لا يقابلون في حياتهم واحد يذكرهم بالله، وإنما لا يرون إلا من يذكرهم بالشيطان حتى عند موته، حتى من يسير خلفهم يشيعهم إلى قبره، حتى لما يدخل في قبره لا يجدون من يذكرهم بالله، وإنما شياطين إنس وشياطين جن يعيشون هذه العيش في قلوب فارغة خاوية. أما أنت لا تطمع في الدنيا، لا تطمع في الدنيا، كن مع هذا النور الذي شرعه الله لرسوله وذكره الرسول إليك من صلاة وصدقة وصبر وغير ذلك، تجد من يعينك ومن يصبرك بالله. نعم، تجد من يعينك ومن يصبرك بالله، كفى بها كفى بها والله، أن تذكر الله، أن تجد مسجد تدخل كلما أذن المؤذن تصلي فيه وتخرج، أن الله حملك لأجل الطاعة، هذا توفيق منه، لا تظن أنه بإرادتك، لا تظن أنه بمحض إرادتك أو بهواك أو بفلسفتك أو بصابرك، لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، ولكن رب العالمين من عليك بأن ساقك للمسجد وأن جعل فيك هداية التوفيق أن تصلي في مسجد، أن تسمع درس علم، أن تجلس في مثل هذا المجلس، أن ترى فلان، أن تذكر، أن تقرأ، أن تصلي بالليل، أن تسمع آية، أن تقرأ آية، هذا توفيق من الله لك، وكم من محرومين يظن أنه باستطاعته أن يفعل ولكنه الكسل، ليس الأصل أنه الكسل، بل إن الله صده أصلا عن العباد، لأن الله كره منه العباد، أي حياة تطيب لك إن كره الله منك العباد. ألم تسمع قول الله ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، كره الله انبعاثهم، كره الله عبادتهم. نعم، فكون انك عندك توفيق للعباده نعمه لا تحصى، بمال لا تقدر، بمال تذهب الى صلاه، تذكر، تقرا قران، تجلس في مجلس علم، تصلي بالليل، كم من محروم ما هني إلى هذا، محروم صده الله عن هذا. قال مالك ابن دينار: وإن العبد ليذنب الذنب بالنهار يحرم به الصلاة في الليل، يحرم، خط تحت، من يحرمه؟ من الذي يحرمه؟ كره الله لعذابه فثبطه، فثبطه، فاستمسك بما أوحاه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. ما أجمل هذه الألفاظ لو تمعنت في ترتيبها بعضها بعد بعض، لو تمعنت في ترتيبها وقد أتت بعضها بعد بعض. ثم قال: والقرآن حجة لك أو عليك. نبدأ منها في اللقاء المقبل بإذن الله تبارك وتعالى. صلى الله عليه وسلم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، صلى الله على النبي محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين.